أهلا بكم من جديد. بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى العاصمة التايوانية، تصاعدت وتيرة الأحداث بين الصين وتايوان، وتصاعدت معها مخاوف من نشوب حرب بعد أن غضبت السلطات الصينية من الزيارة وبعد إعلانها عن مناورات عسكرية في محيط الجزيرة. فما آخر التطورات؟ تواصل الصين مناوراتها العسكرية التي ستستمر حتى 7 من الشهر الجاري في مناطق عدة، منها مضيق تايوان الذي يفصل الجزيرة عن البر الرئيس للصين، والذي شهد توغلا للسفن والطائرات الصينية فضلا عن إطلاق صواريخ بالستية. صواريخ الصين استدعت تايوان إلى تفعيل منظومتها الدفاعية، فيما قالت تايبي إنها مستعدة للدخول في حرب لا تسعى إليها، متهمة الصين بتعطيل السلام والاستقرار في المنطقة، لا سيما بعد إعلان اليابان عن سقوط صواريخ صينية في منطقتها الاقتصادية. على كل، تصاعد المناورات العسكرية التي تجريها الصين في المنطقة التي تعد من الأهم في العالم اقتصاديا، تتصاعد معها المخاوف العالمية من خطر جديد يهدد سلاسل التوريد المتضررة أصلا بفعل تداعيات وباء كورونا والحرب الروسية على أوكرانيا. نستذكر أبرز المناورات التي أجرتها الصين قرب تايوان في السابق. منذ سنوات تشكل تايوان عقدة خلاف كبيرة بين الصين والولايات المتحدة. أجرى الجيش الصيني مناورات عسكرية بالقرب من تايوان رداً على زيارة وفد من الكونغرس الأمريكي إلى الجزيرة، وذلك في نوفمبر من عام 2021. في أبريل من العام الحالي، رداً على زيارة مشرعين أمريكيين إلى تايوان، بدأت الصين إجراء تدريبات عسكرية في محيط الجزيرة، حيث وصفت الصين الزيارة الأمريكية إلى تايبي بأنها عمل استفزازي متعمد. بدأت بكين مناورات عسكرية في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه منذ فترة طويلة، بالتزامن مع استعداد الرئيس الأمريكي جو بايدن لبدء جولة آسيوية. أعلنت الصين انطلاق تدريبات عسكرية قبالة ساحلها المواجه لتايوان، بعد أن حذرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي وطالبتها بإلغاء خططها المحتملة لزيارة الجزيرة. دخل أغسطس، فبدأت الصين في الرابع منه أكبر مناورة يتم تنظيمها على الإطلاق في محيط جزيرة تايوان، والتي ستستمر عدة أيام في رد تصعيدي على زيارة بيلوسي لتايبي. لا مكان لوقف التصعيد في بحر الصين الجنوبي، فتلك البقعة تقلق العالم وتهدد بأزمات تضاف إلى سلسلة لا تنتهي من الأزمات المتلاحقة على العالم، وشرارتها زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكية لتايوان التي وصفتها الصين بالاستفزازية. لم تكد تحط طائرة رئيسة مجلس النواب الأمريكي في مطار تايبي حتى أعلنت بكين عن مناورات عسكرية تحاصر جزيرة تايوان من 6 اتجاهات. مناورات بكين تلك تنوعت بين البر والبحر والجو، فتحولت إلى أكبر مناورات عسكرية تحيط بالجزيرة منذ عقود، ووصلت إلى حد استخدام الذخيرة الحية واختراق المسافة الفاصلة بين البر الرئيسي والجزيرة، والتي تبلغ 169 كيلومترا تقريبا. هنا في تلك المنطقة التي تثير قلقا عالميا من عرقلة سلاسل الإمداد من جديد، وعلى 6 جبهات كما ذكرنا، تحضر الصين بمناوراتها غير المسبوقة، لأن الصواريخ تحلق فوق تايوان للمرة الأولى. المنطقة التي تجري فيها الصين مناوراتها تخترق منطقة تحديد الدفاع الجوي الخاصة بتايوان، فرغم أن جزءا من تلك المنطقة خاضع لسيطرة البر الرئيسي للصين، تحدده تايوان على أنه منطقة تحديد دفاع جوي، وتعتبر اختراق أي طائرة عسكرية لها تهديدا لأمنها. هذا في الجو. أما في البحر، فستجرى هذه التدريبات في سلسلة من المناطق التي تطوق الجزيرة تايوان، بعضها على بعد 20 كيلومترا فقط عن الساحل التايواني. كذلك ستبحر السفن الحربية في مناطق تخترق المياه الإقليمية وتصل إلى المياه الداخلية الخاصة بجزيرة تايوان، وتحديدا في الجزء الجنوبي من الجزيرة، حيث الحضور البحري الصيني
وكذلك الجوي. الخطوط التي تخترقها الصين ليست للمياه الإقليمية في الجنوب وحسب، بل تخرق كذلك الخط الفاصل الذي يقسم مضيق تايوان غرب الجزيرة، فهناك سيكون الحضور الصيني علنيا على ضفتي الخط في البحر وفي الجو أيضا. مناورات بكين تلك تثير قلقا عالميا بلا شك، ليس فقط لأنها تهدد بتصعيد أزمة وتحولها إلى حرب مفتوحة وسط مخاوف لضم تايوان بالقوة، بل لأنها تثير كذلك مخاوف من عرقلة سلاسل الإمداد عالميا. فمضيق تايوان هذا يمثل ما يصل إلى 88% من إجمالي حركة عبور السفن. مناورات لا تزيد الأزمة المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين إلا تعقيدا، فيما تايوان المصممة على المواجهة تمني النفس بأن لا تتحول هي لسيناريو أوكرانيا الجديد. إذن مع قيام الصين بأكبر مناورات عسكرية لها حول تايوان، تأثرت سلاسل الإمداد العالمية المتضررة بالفعل، فما أبرز الأرقام حول التداعيات المحتملة؟ نتابع. خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، عبرت قرابة نصف سفن الشحن في العالم مضيق تايوان بحسب بيانات جمعتها وكالة بلومبرج الأمريكية، وقدرت الحكومة التايوانية حجم التجارة عبر المضيق بنحو 166 مليار دولار في عام 2020، بينما سجل الحجم الإجمالي للتجارة عبر المضيق رقما قياسيا في العام التالي بلغ 328 مليار دولار وفقا لإحصاءات التجارة الصينية. أدت حالة عدم اليقين إلى انخفاض مؤشر تايكس للشحن والنقل الذي يتتبع أسهم الشحن وخطوط الطيران الرئيسية بنسبة 4.6% منذ بداية الأسبوع. وفي اليومين الماضيين تم إلغاء أكثر من 400 رحلة في المطارات الرئيسية في فوجيان المقاطعة الصينية الأقرب إلى تايوان. إذن إلى أين ستذهب الصين بتصعيدها العسكري هذا حول تايوان، وماذا يمكن أن تكون التداعيات الأمنية والسياسية والاقتصادية ليس فقط في تلك المنطقة وإنما في العالم؟ أناقش هذه النقاط مع ضيفي من تايبي عبر زوم، الدكتورة وي تينغ يينغ الأكاديمية والباحثة في السياسات التايوانية، وعبر تطبيق زوم من لانكاستر الدكتور جي هانغ زينغ أستاذ الدراسات الصينية في جامعة لانكاستر. مرحبا بكم ضيفي الكريمين. أبدأ نقاشي مع الدكتور جي هانغ ضيفي من لانكاستر. دكتور جي هانغ، ماذا تريد بكين الآن؟ هل تنوي تصعيد عملياتها العسكرية حول تايوان؟ أعتقد أنه من منظور بكين لقد تغير الوضع الراهن بالفعل من خلال زيارة بيلوزي إلى تايوان، وكانت بكين قلقة من أن هذا الإدارة الأمريكية قد شجعت هذه القوة الساعية للاستقلال في تايوان، وذلك من خلال هذه الزيارة. تشعر بكين أنه من الضروري أن تستغل كافة السبل المتاحة لردع هذه التوجهات الاستقلالية لدى تايوان، وهذا يمثل شأنا هاما أيضا داخل الصين. إذن هل ستذهب الصين برأيك إلى تصعيد لعملياتها العسكرية أكثر من ذلك؟ أعتقد أن الأمر يعتمد على ما سيحدث. أعتقد أن بكين تحاول أن تجد وسيلة تشعر أنها كافية لتحقيق هدفها من خلال ردع مناصري الاستقلال في تايوان. من الصعب أن أقول كيف يمكن أن يتطور الموقف في المستقبل أو على مدار الأيام المقبلة، لكن هناك نوع من الوضوح سيحدث في الأيام المقبلة. دكتورة وي، يعني تايوان اتخذت بعض الإجراءات التجهيزية الاحترازية الطارئة يعني في مقابل العمليات العسكرية الصينية، لكن متى سترد تايوان على هذه العمليات؟ أعني ما الذي من الممكن اليوم أن يدفعها إلى التخلي عن تماسكها هذا إذا صح الوصف، أو عند أي لحظة من المحتمل أن تفقد هذا التماسك وترد عسكريا ربما على هذه العمليات العسكرية الصينية؟
لا أعتقد أنه في مصلحة تايوان أن تبادر بأي مواجهة عسكرية أو حتى تطبيق مبادرات تهدف لحل هذه الأزمة بصورة عسكرية. لقد فعلت تايوان أنظمة الدفاع لديها. أنا واثقة تماما أن الحكومة لا ترغب في التصعيد ولا ترغب في تصعيد التوترات مع الصين لنقطة لا عودة ما لم تقوم الصين بإطلاق الصواريخ وتحدث خسائر مباشرة في تايوان أو حتى أن تتدخل في المساحة أو الأراضي التايوانية بشكل مباشر. لا أعتقد أن تايوان سترد بصورة عسكرية إلى أن يحدث ذلك. لكن الأمر غير المؤكد، اليوم الصين أطلقت 11 صاروخا وخمسة منها سقطوا في المنطقة الاقتصادية لليابان. كان ذلك أمرا غير متوقعا. إذن هناك عنصر عدم التوقع وغياب اليقين. كل طرف في شرق آسيا قلق للغاية في ما هي الحوادث غير المتوقعة التي قد تحدث. دكتور أوي، تزيد من التصعيد، في حال اضطرت تايوان إلى الرد العسكري، هل هي جاهزة لذلك؟ وهل تعتقدين أنها ستطلب دعما عسكريا مباشرا من الولايات المتحدة الأمريكية؟ لو أن التصعيد حدث بالفعل وأصبحنا أمام مواجهة عسكرية فعلية، الولايات المتحدة لديها الآن الكثير من الأصول العسكرية حول المنطقة. لو بلغت التوترات هذه المرحلة لن تكون في مصلحة أمريكا فقط، بل حتى في مصلحة الدول الأخرى في آسيا مثل اليابان. من مصلحة اليابان أيضا أن تحافظ على الاستقرار. إذن أعتقد أن الحكومة والحكومات جميعا بما فيها حكومة أمريكا تتابع الموقف عن كثب الآن. طيب دكتور جيهانغ، هل تعتبر بكين زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي بيلوسي إلى تايوان فرصة وتستغلها الآن لتصعد في تايوان وتحقق مآربها كما يقول البعض؟ أعتقد أن هذا كلام غير صحيح. أعتقد أن هناك سعي أمريكي لتحقيق ما تخشاه بكين، وهناك عدة سبل التي تم تكرارها من خلال العلاقات العامة والدبلوماسية. ما يحدث الآن حقيقة هو جعل بكين أكثر قلقا فيما يتعلق باستقلال تايوان. فبالتأكيد هذه فرصة موجودة، ولكن تنظر إليها بكين على أنها أزمة ولديها تدابير لإدارة الأزمة وليس استغلالها كفرصة. دكتورة، والبعض يرى أن زيارة بيلوسي كانت أيضا خطوة تعمدت من خلالها واشنطن استفزاز بكين. ما رأيك بهذه النقطة؟ وكيف تنظر اليوم تايوان إلى احتمال أن تكون بالنتيجة ضحية ليس أكثر في يعني تصفية الحسابات بين الولايات المتحدة والصين؟ حقيقة نظرا لأن الولايات المتحدة أصدرت قانون السفر إلى تايوان منذ عدة سنوات، كان هناك عدة زيارات من مسؤولين رفيع المستوى قاموا بزيارة تايوان. فكما ذكرتم، أحدث زيارة قبل زيارة بيلوسي كانت في شهر أبريل الماضي. كان السيناتور لينزي جراهام أيضا هو جاء مع وفد بارز من الكونغرس إلى تايوان. في كل مرة ترد الصين على تلك الزيارات، لكن أصبح هناك خطاب معتاد مع تلك الزيارات وأحداث نراها تتكرر مجددا. لكن هذه المرة نواجه نفس المسألة، وفد من الكونغرس، لكن بكين قررت أن تتصرف بقوة بالغة وتصعد بسبب التوتر بين أمريكا والصين. إذن هذا يعد أمرا علينا أن نتذكره هنا. لا أعتقد أن الولايات المتحدة ترغب في استفزاز الصين. أعتقد أن الصين بلغت في رد فعلها حقيقة لزيارة عادية تحدث في تايوان، وكانت تحدث مثيلتها بين الحكومات كزيارة طبيعية.
نعم دكتور جيهانغ، بدأت تتكشف تبعات هذا الصدام تحديدا في المنحى الأمني وأيضا المنحى الاقتصادي. نحن نتحدث عن عمليات عسكرية صينية في منطقة حساسة تجاريا، ويعني تهم كل العالم على الصعيد التجاري. مضيق تايوان وحده هو ممر تجاري استراتيجي تعتمد عليه عمليات شحن عالمية. هل تجازف بكين اليوم باستقرار المنطقة وبأمن اقتصادها؟ حتى يعني حتى بكين ستكون متضررة إذا ما تضرر الاقتصاد وتضررت سلاسل التوريد العالمية جراء هذه الإجراءات الخاصة التي تطبقها اليوم. من الواضح أن هذا الأمن سيكون له تداعيات على الأمن والاقتصاد العالمي، ولهذا كانت هناك محاولات من طرف الصين لإثناء بيلوزي عن زيارة تايوان. هذا لا يمثل زيارة طبيعية أخرى في الحقيقة، فلم تحدث مثل هذه الزيارة من مسؤول أمريكي رفيع منذ أكثر من 25 عاما، فتلك زيارة رفيعة المستوى. ونظرت بكين لهذا الأمر كخطوة من واشنطن للابتعاد عن التزامها بسياسة الصين الواحدة، وأوضحت تماما أنه سيكون هناك تداعيات خطيرة لتلك الزيارة لو تمت بالفعل. إذن ليس هناك مفاجآت فيما تقوم به الصين حاليا، والكثير من الناس في الصين حقيقة كانوا يرغبون أن تكون هناك ردة فعل أكثر شدة من الصين. إذن لا ينبغي أن نتظاهر أن هذه مفاجأة، لابد أن نتظاهر أن هذه زيارة طبيعية، لابد ألا نتظاهر بذلك. فلقد حذرت بكين أمريكا من ذلك وقالت علانية وبصراحة ما ستقوم به بكين إذا حدثت الزيارة. إذن على الرغم من أن هذا الأمر قد يكون له تداعيات على الأمن الاقتصادي العالمي، لكن أعتقد أنه من وجهة نظر بكين الزيارة تمت بالفعل، وهذا أمر لا يمكن تجنبه حتى لو أثر على أمن اقتصادها. طيب دكتورة، وأنت تحدثينني من تايبي العاصمة التايوانية، أريد منك يعني صورة أوضح عن حال مضيق تايوان تجاريا اليوم. يعني هل صحيح ما يتم الحديث عنه أنه توقفت العديد من العمليات الشحن من خلال هذا المضيق وأنه محاصر بشكل كامل؟ كيف تبدو الصورة من عندك وكيف هو حال المضيق وهو كما ذكرت قبل قليل يعني مضيق استراتيجي عالمي يهم الجميع اليوم؟ في الحقيقة عقب زيارة بيلوزي مباشرة بدأت التدريبات العسكرية، وما تقوم به حكومة الصين أيضا، لكن حكومة الصين أيضا فرضت حظرا على مرور الصادرات وفرضت حظرا أيضا على 100 سلعة والعديد من السلع الأخرى عقب مغادرة بيلوزي لتايوان مباشرة. ذلك له بعض التأثيرات المباشرة على من يعملون في تلك الأعمال التي لديها علاقات أكثر قوة مع الأعمال الصينية في تايوان. لكن أود أن أشير إلى أنه منذ بداية هذه الإدارة الجديدة منذ 2016 كانت الصين تستخدم سياسة الإكراه الاقتصادي فيما يتعلق باستيراد السلع كوسيلة لفرض عقوبات في مرحلة ما على تايوان والتأثير على سياستها الخارجية. فذلك ليس أمرا جديدا، والحكومة قد فعلت بالفعل نظام الاستجابة والرد لديها لدعم وتقديم مخصصات حكومية للقطاعات الاقتصادية المتضررة. وعلى مدار السنوات الماضية أيضا بدأنا في تنويع أسواق الصادرات لدينا من خلال تحويل الحصة السوقية من الصين باتجاه دول أخرى ودول أخرى في آسيا بما فيها جنوب شرقي آسيا. إذن على الرغم من أن ذلك الأمر له تأثير معين علينا، لكن على المدى الطويل لا أعتقد أن هذا التكتيك سوف ينجح بصورة فعالة. دكتور جيهانغ، بقي لدي دقيقة ونصف، أسألك أيضا عن يعني احتمال أن تقطع الصين العلاقات التجارية الثنائية بشكل كامل مع تايوان، هل هذا وارد في المستقبل القريب؟ سيما وأن الصين اليوم كما أن تايوان تعتمد على الكثير من التجارة مع الصين، ولكن أيضا الصين اليوم تعتمد مثلا على التكنولوجيا، تعتمد على الرقائق الإلكترونية التي تأتي من تايوان، فهل هذا احتمال وارد برأيك؟ باختصار
من الواضح أن هذا موقف لن يفوز فيه أحد، فالصين تعلم عما يحدث الآن وأن هذا الأمر سيكون له تداعيات على اقتصادها وعلى اقتصاد تايوان وعلى السلام الإقليمي. لكن لهذا تحاول الصين أن تتجنب، وكانت تحاول حقيقة أن تتجنب الزيارة قبل وقوعها، لكن حدثت الزيارة بالفعل وحدث ما كانت تخشاه الصين، والآن المخاوف الأمنية تتخطى مسألة الاحتياجات الاقتصادية. إذن هذا أمر لا مفر منه، تشعر بكين بضرورة القيام بذلك حتى لو هناك تكلفة اقتصادية له. شكرا لك الدكتور جيهانغ زينغ، أستاذ الدراسات الصينية في جامعة لانكاستر، حدثتني من لانكاستر. الشكر موصول للدكتورة ويتينغ يين الأكاديمية والباحثة في السياسات التايوانية، كنت معي من العاصمة التايوانية تايبي. شكرا جزيلا لكما. اشتركوا في قناة الشرق للأخبار على يوتيوب لمتابعة آخر التطورات والأحداث السياسية. معي أنا ميرا شغازي.